أستاذ قنديج، احنا عنا أخبار أنه البغدادي المحمودي ممنوع من مقابلة عائلته ومحاميه، هل هذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح. البغدادي المحمودي أكد كما أكد يوم الأيام بأنه يقابل كل أفراد عائلته، وأن دفاعه المحامين الذين يتولون الدفاع عنه يقابلونه باستمرار ويحضرون في الجلسات، وكل ذلك في جلسات المحاكمة تنشر عبر التلفزيون المباشر على القنوات الليبية. واضح. سؤال من سفيان بن فرحات. سيد العميد، حياك الله. ما عندي سؤال، كان تسمح. المحامين الثلاثة اللي هما بيير أوليفي سور وكذلك مبروك كولشيد ومهدي بوعواجة قالوا في بيان أنهم لاحظوا أن أبسط قواعد المحاكمة العادلة مش موجودة، واستنكروا ما أسموه الإجراءات الغامضة وغير القانونية المتبعة ضد الدكتور البغدادي محمودي، وقالوا أنهم عملوا عديد المراسلات للحكومة الليبية ولم يصلهم أي جواب. هل حسب رأيك موجودة إجراءات مختلة قطع نظر على صحته؟ وثانيا، هذه المراسلات لماذا لم يتم الإجابة عليهم؟ بالعكس، على الإطلاق المحاكمات تسير وفق ضمانات المحاكمة العادلة. نحن كحقوقيين ليبيين ومحامين ليبيين لا نرتضي إلا أن تكون هذه المحاكمات وفق المعايير المحاكمات الدولية والضمانات الدولية، ذلك أننا دورتنا كانت ضد الظلم والطغيان وانتهاك حقوق الإنسان، وبالتالي فأننا لا نسمح بهذا. هذا من جانبنا. من جانب آخر، لا أود أن أتطرق إلى بعض المواضيع التي قد تكون حساسة، لأن هناك للأسف بعض المحامين ليس لديهم من المحاماة إلا اسمها، وهم نعتبرهم نحن من المرتزقة، حيث أنهم كانوا يساندون النظام السابق أثناء الثورة ويقومون بنقل المحامين واستلام المبالغ، وهم يقومون الآن بإطلاق مثل هذه التصريحات والشائعات للتشويش على هذه المحاكمات. ولكن محاكماتنا لابد أن تكون عادلة ولن تتم إلا وفق المعايير الدولية، ونحن أول من سيتفضل هذه المحاكمات. سيد النقيب، كان تسمع البغدادي محمود، تفضلت سيادتك وقلت عنده محامين ليبيين. يعني المحامين الليبيين كذلك يدافع على نفس الموقف اللي هو مع الحكومة، يقولوا محاكمة عادلة والبغدادي محمودي يعني مدان قبل الخوض في الأصل أو غيره. نعم، المحامين يتولون الدفاع ولم تعتريهم أي مشاكل ولم تواجههم أي مشاكل، يطلع على الملف، يقوموا بالحضور، يتلبى طلباتهم، طالبين التأجيل العديد من المرات، والمحكمة تستجيب لكل هذه الطلبات، وبإمكانكم الاتصال بهم. فيما يتعلق بموضوع البغدادي المحمودي، فيما ذكره السيد بشير الصيد بالأمس، السيد وزير العدل ذكر بأنه على استعداد للاتصال بقناتكم الموقرة لتأكيد ذلك، وفعلا على استعداد لاستقبال وفد صحفي من قناة نسمة للحضور إلى ليبيا لمقابلة البغدادي المحمودي، وإثبات بأن كل ذلك مجرد افتراء من الزميل للأسف.